السلام عليكم، انا كان واليوم هرسم معاكم رسمات من التيك توك. هشوف مقاطع هطبقها معاكم، ويلا نبدأ. هذا اول فيديو. واو، فكرة مرة حلوة. تتوقع هتزبط او لا؟ يلا نجرب. نحتاج الوان وكراسة، صوصال فوم، مسطرة. ما تحتاج صوصال فوم، حابة اسوي زي الفيديو. اخترت هذه الالوان. يلا نسوي بالمسطرة. واو، هسوي الاثنين هذول مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. واو، والله زبط. هذه بس طويلة مرة. هنسوي بصوصال فوم عيون. نرسم التفاصيل لحد. ايش بهم مبرقين كذا؟ ايش رايكم في النتيجة؟ انا عجبتني دي بس الطويلة والبرتقالية. يلا الرسمة اللي بعدها. هذا المقطع قد سويته في الشورت. يلا نطبق. دي المرة بس غيرت الألوان، ننقط مع بعض. إذا عندكم أعمال سويتوها من فيديوهاتي ارسلوها على حسابي تحت الفيديو. دحين هتطلع لنا لوحتين. يلا نسحب. واحد، اثنين، ثلاثة. هذا شكله زي العصفور، مرة حلوة وسهلة. ايش رأيكم فيها؟ يلا الرسمة اللي بعدها. واو، كيف جت في بالهم دي الفكرة؟ يلا نطبق. جبنا كيس، ودحين هنلون الكيس باللون الأحمر. أنا مرة أحب دي الرسمات الحلوة والسهلة.
دحين نطبع 1 2 3 آخر حبة. مرة حبيتها. دحين هلون بالأصفر. إيش هكون فيها؟ أنا مرة حبيتها. يلا نروح للرسمة اللي بعدها. آخر فيديو معانا. هنسوي نفس الفكرة لكن برسمة تانية. أول شي نحط النايلون. بعدين نقصه. اختار دي الألوان. هلون وارجع لكم. دحين نجيب ماي ونبخها على الرسمة. واحد 2 3 يلا نقلبه. طلعت الوان ناقصة. هعيد مرة تانية. دحين هبدأ ارسم. نديكم ترسموا اي رسمة تبوها. دحين هزين باللون الذهبي. القلم شوية خربان. بالضبط على اللون الأسود. أخلص وأرجع لكم. ايش رايكم في النتيجة؟ ان شاء الله حبيتوها. اكتبولي في التعليقات ايش حابين اسوي في الحلقات الجاية. لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. باي.